ما ينفعش نكون في شهر النصر من غير ما نكون موجودين ونيجي بانوراما حرب اكتوبر. النهارده كابتانو مصر جايب جزء من لعيبته ومتواجدين هنا في بانوراما حرب اكتوبر عشان نتفرج على كل حاجه موجوده هنا. فمتحمسه جدا زي لعيبه كابتانو مصر النهارده، وعندي فضول كده اشوف كل حاجه موجوده هنا واعرف اكتر عن تاريخ مصر وتاريخ حرب اكتوبر. يلا بينا. وابتدينا جولتنا في بانوراما حرب اكتوبر. انا بقى واللعيبه الجامده جدا موجودين النهارده، عايزه اقول لكم احساس حلو قوي، حاسه بفخر ومبسوطه جدا ان انا موجوده في مكان زي ده. عبد الرحمن، بما انك ماسك المايك وجاهز، حاسس بايه بقى واحنا واقفين هنا؟ انا اكيد حاسس بفخر ان احنا دلوقتي في المكان اللي هو احنا نصر 73، وطبعا حاسين بفخر كلنا، ودي شرف لينا كشعب مصري يعني وكده. قولي بقى عن احساسك ايه واحنا موجودين كده في صرح مليان بكل يعني الادوات اللي كنا بنستخدمها طبعا، وكل الحاجات اللي كانت موجوده ايام حرب اكتوبر، يعني احساس مختلف. كلمني بقى عن انت حاسس بايه. اكيد حاسس بفخر عشان يعني حرب 6 اكتوبر والنصر اللي احنا عملناه مش حاجه سهله برضو، ان احنا نعرض الحاجات اللي احنا حاربنا بيها، بالذات يعني ان ده فخر البلد للاجيال اللي جايه ان هي تشوف الحرب والفوز اللي احنا عملناه على نصر 6 اكتوبر. مبسوطة قوي بإجاباتكم، يعني حاسة إن أنا مبهورة ومتحمسة أسمع إجاباتكم في بقية الأماكن اللي إحنا هنروحها في بانوراما حرب أكتوبر. جاهزين نروح نكمل؟ جاهزين. يلا بينا. ومواقع نيران العدو ومراكز قيادته وتؤمن سماء المعركة تبديداً للزحف العظيم. ونجح قوات المشاة الأولى في مهاجمة وإسقاط عدد كبير من نقاط العدو القوية وقتل وأسر المئات من ضباطه وجنوده. تجربة عظيمة ليا أنا شخصياً، مبسوطة قوي إن أنا قدرت إن أنا أكون هنا موجودة معاهم النهاردة في بانوراما حرب أكتوبر. لازم كده تاخدوا جزء من يومكم وتيجوا هنا تفرجوا على كل التفاصيل اللي موجودة هنا، وهتتبسطوا جداً زي ما إحنا اتبسطنا، صح كده؟ صح. روح بقى، يلا بينا. ركزوا يا رجالة، ركزوا في الباص والاستلام، ركز ركز ركز. سلمه وروح مكانه، سلمه وروح مكانه، سلمه بسرعة بقى، هي لمسة ولعبة. وأنا ماشي بالكورة يا رجالة، ماشي بالكورة، أنا مش كده، مش كده. شايف قدامي؟ لا. وأنا ماشي بالكورة أهو. أهو. رافع وشي فوق. بسرعة، ها بسرعة 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 بسرعة. حط الباص بسرعة بسرعة. في متابعة هنا، لازم يبقى في متابعة. كويس، كويس يا رجالة. حط الباص لزميلي كويس. بص يا رجاله، انا هنا هنعمل جمله اللي هي ازاي ان انا اجيب منها جون. هوب. ايوه ايوه، اشتغل على الجون. هوب. احسن. اتحرك، ما هو رايح على طول، اول ما بيجي بيتحرك عشان يديني في المساحه الفاضيه دي. بحطها له هنا عشان يشوط، مش بحطها له على الجنب، من هنا لو راب مد رجليه هياخدها. ايوه جميل جميل، كويسه. تاني يا اولاد، احنا النهارده بنشتغل على اهم حاجه
ازاي تعرف تشوت بينالتي وانت في الجيم؟ ما تخشش مشوش ابدا ان انا لا احط يمين ولا شمال، لا انا ركزت في الزاويه دي خلاص احط فيها. يلا هنبتدي نشوف يا رجاله واحد واحد. هوب تمام حلوه الزاويه اللي اخترتها. هوب تمام. اختار زاويتك يا عبد الله. ايه ده؟ خد بالك ده طموحه ان هو يصد منك بينالتي. يا نهار ابيض. حبيبي ايه يا زيزو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ نورنا يا زيزو. انت ما جبتهاش. هو فين؟ تعالى. عمالين نتمرن بقالنا ساعة. أنا روحت نزل بتاعت إيدك ولبستك. أخبارك إيه يا زيزو؟ الحمد لله. نورنا النهاردة. حبيبي بجد والله. يا جماعة إحنا بنشرف طبعًا وأنا سعيد جدًا النهاردة بحضور نجم كبير جدًا أنا بعشقه على المستوى الشخصي وبعتبره من إخواتي الصغيرين اللي أنا بتشرف بيهم كابتن زيزو طبعًا منورنا. كابتن طارق ده من الأسباب اللي أنا رحت نادي الزمالك يعني. جيت أتمرن هو كان ماسك نادي المنيا. وانا بلد المنيا اصلا. حد هنا من المنيا؟ ايوه المنيا؟ من ايه؟ من المنيا؟ من الزغلوفيه. جاي اسمك ايه؟ ده قريب مني ده. رحت اتمرنت في نادي المنيا تمرينه واحده وهو كان يعني سبب من اسباب بعد ربنا يعني ان هو ان انا اكون موجود في نادي الزمالك يعني. فبحب اشكره. الله الصوره الله الصوره يا جميل الله. دي من ضمن الحاجات اللي بتسعدني على المستوى الشخصي ان نجم كبير جدا زي زيزو احسن لعيب في مصر من وجهه نظري كان ليا السبب او ليا الشرف ان انا اختاره ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك وده حاجه انا بصراحه بتطيرني في السماء. ايوه. الولاد دول كلهم بقى زيزو خلاص يعني عملنا اختبارات لاكثر من 100,000 ولد في كل الجمهوريه وفي كل محافظاتها وهم اللي كسبوا جزء من الولاد اللي كسبوا اكتر 150 واحد عشان يجوا يلعبوا الماتشات في الكابتن ومش بس يلعبوا ماتشات يروحوا معسكرات تدريب واتمرنوا مراكز تدريب في كل الجمهوريه ومفيش ولا واحد فيهم اتقيد في نادي يعني هو يا اما اتقال له لا يا اما ما خدش فرصه فتقول له ايه النهارده وهم مش مصدقين او حد هم ساكتين في الطبيعي بيبقوا دوش اكتر من كده بس هو تلاقي كل واحد مش مصدق بس ان ايه ده احنا عزيز صح؟ فاهم فهي مكسوفه طلعت بتتكسف يعني مش مصدق. لا بص يا رجاله انا شايف ان دايما الواحد لازم ربنا بيديله على قد تعبه دايما يعني كل ما بتتعب اكتر كل ما ربنا بيديك اكتر وعلى قد مجهودك ربنا بيديك عمر ما واحد يفتكر ان الفرصه هتجيله من اول مره لان اول مره دي اسباب مختلفه ربنا مش كاتب لك الخير والرزق في المكان ده ما كاتبه لك في حاجه احسن بعد كده فلازم احنا الدور علينا في الحياه عامه ان انت بتسعى وبتجتهد على قد ما تقدر وتسيب الرزق ده على ربنا هو هيديه لك في حته احسن انت مش متخيلها مش متوقعها يعني فعشان كده لازم كلنا نتعب ونجتهد وربنا يكرمنا في الاخر يعني. انت عينك هتبقى على الهفاط بس ولا على كل المراكز؟ على كله. على كله؟ طيب بالك احنا عندنا ولاد كويسين كتير في هاف يعني ممكن يبقى طبعا بعيد عن زيزو خالص بس ممكن يبقى اكتر من واحد وفي حد هنا تعالى عشان ده قال لي كلمتين لازم ابقى ارضه بامانه يعني هو بيقول لي انا على الرغم ان انا اهلاوي بس انا كان نفسي اشوف زيزو قوي وعلى فكره هو من اللعيبه كويسين جدا في البطوله يعني هيمتعك النهارده ان شاء الله. يلا بينا نروح لفرقه الكاسو طبعا العالمي ده. يلا بينا يلا زيزو يلا بينا طارق. ممكن لمسه واحده طبعا بقى يعني طارق النهارده هيلعب ضد القدوه والاسطوره كابتن احمد الكاس. ايوه كاسو احسن في تجهيزات كبيره حبيبي زيزو حبيبي اهلا يا كابتن ازيك يا حبيبي عامل ايه منورنا فجاه كبيره النهارده يا رجاله حبيبي يا كابتن يلا كويس يا رجاله عاملين ايه يلا يلا الحمد لله كويس ايوه يا كابتن انا في رايي انا بحبه على المستوى الشخصي لسه بقول له يعني فشخصيه محترمه جدا انسان على خلق يعني ما شفناش من ساعه ما بدا يظهر انه عمل مشكله لا في ناديه ولا مع جمهور ولا مع اي حد فانا بحبه على المستوى الشخصي بامانه يعني وحش افريقيا كنت تصد منه باللينات لو بيلعب ده حظ حلوه دي ده حظ كويس ايوه ان انا بطلت لا بسم الله ما شاء الله عليه يعني سواء في الفاولات او ضربات الجزاء
واحلى حاجه فيه بقى الكوره الارضيه اللي بيعملها، سواء من الكوره الثابته، لا حاجه ما شاء الله يعني جميله، وربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله باذن الله حبيبي. نروح دلوقتي علشان كالعاده كده لازم يبقى عندها تحدي، لاعب من هنا وصاد لاعب من هنا، واللي هيكسب في الاخر زيزو هيكون معاه في محاضره قبل الماتش. فهنروح للتحدي وهنسيب حراس المرمى على كابتن اكرامي، علشان اكيد بقى يعني زيزو بيدي معلومات هناك للمهاجمين عشان يشوطوا البلانات هيجيبوها جول ازاي، وكابتن اكرامي هيقول لهم يصدوا البنالتيات بتاعت زيزو ازاي. لا يعني عايزك تاخد وقتك تمرنهم على قد ما تقدر عشان مفيش جون هيصد منه ضربه جزاء. اكيد طبعا. هو في حد من حراس الدرجه الاولى على مستوى مصر صد منك ضربه جزاء؟ هو توفيق. لا انا بتكلم جد. تضيعها بقى تحطها بره ماشي، لكن تتصد لا. سلامة كابتن. يعني انا بامانه دي مش مجامله ليك على فكره. خلاص يلا بينا نروح على التحدي. يلا بينا. يلا زيد اتفضل. التحدي النهارده هو تحدي كروس بار تشالنج، 8 كور، 2 لعيبه، لاعب من كل فرقه، هيبقى كل لاعب عنده 4 محاولات ان هو يجيب الكوره في العارضه، واللي هيجيب كور اكتر في العارضه هو اللي هيكسب. يعني في كذا واحده هتيجي في العارضه ولا واحد. بس قبل ما نبدا عايزين نشوف نموذج، فالنموذج هنشوفه من الكباتن. كابتن كاس من الكباتن الثلاثه، عايزين نشوف صوته من كل واحد كده. ماليش في الحاجات دي. واحده ورينا بس، واحده بس، واحده. يلا يا زيزو اهم حاجه ما تعملوش زيه. عايزين 2 لعيبه، لاعب من كل فرقه. هاي لا رفعت ركز يا عمر. حلوه. عمر لو جبت دي تكسب. ركز. هاي لا رفع. عاش يا عمر. كده زيزو مع طارق السيد في المحاضره وكابتن احمد الكاس. اخد الفرقه بتاعتي وامشي. يلا لا الملعب، ده الملعب. بص يا رجاله، الواحد بيتمرن وبيعمل حاجات كتيره قوي في طول الاسبوع عشان خاطر مستني اليوم بتاع الماتش ده. يعني الواحد بيذاكر عشان خاطر الامتحان. النهارده الامتحان، احنا النهارده كل واحد يركز، وعمرك ما هتدخل امتحان وانت متوتر وتعمل حاجه كويسه. فعشان كده ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، وبعد الماتش ابارك لكم. يعني مين فيكم هنا بيعرف يعمل احتفالات زيزو؟ ورين. تعالى هنا ورينا. بس انت جون بتعمل احتفالات ازاي؟ انت معاك جوكر هنا، الراجل ده مواهبه متعدده. بيجري بيعمل كده. ده واحد كمان. احتفال الخصم عشان كمان. ايوه ده ولد كمان بيعمل احتفال حلو قوي بتاع زيزو، يمكن يبقى قديم شويه بس احتفال مميز. قوم يا بابا. تعالى فراجي. تعالى. يلا. جاهز يا رجاله الماتش؟ جاهزين يا كابتن. عبد الرحمن هنا مع الراجل. عمر خش الجو. هي هتجيلك مصطفى. تعالى هنا يا ولا. امسك الراجل يا ولا. اطلع عايزنا تاني. انت بتسمعهم ليه؟ في البرواز. يا نهار ابيض. يا كابتن كابتن. يا راجل يا راجل يا راجل. استعدادات اللعيبة مستمرة قبل لحظات من بداية تاني مباراة ليهم في المجموعة، إحماءات بمعنويات في السماء للعيبة فريق حسن شحاتة اللي بدأوا مشوارهم بالفوز، وطموح وحماس كبير عند لعيبة فريق محمود بكر لتعويض الخسارة في أول لقاء. يوم جديد من ايام الكابيتانو، يوم جديد للموسم الثاني بشكل ثاني.
اللقاء اليوم يجمع ما بين محمود باكر الشعار الكبير اللي بيقوده أحمد الكاس وحسن شحاتة اللي بيقوده طارق السعيد الماتش بحضور كابتن أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. الرحمن الرحيم يوم جديد من أيام الكابيتانو يوم جديد للموسم الثاني بشكل ثاني في الزمان والمكان المهارات من كل مكان من القاهرة لأسوان اللقاء اليوم يجمع ما بين محمود باكر الشعار الكبير اللي بيقوده رمز كبير أحمد الكاسو بيعاونه زهران أحمد بداية أحداث اللقاء بضغط من فريق حسن شحاتة تسديدة قوية من أحمد أشرف لكن عالية خارج الملعب يطلع الكرة عايز يعدي من اليمين مرة تانية يرقص واحد واثنين إبراهيم كيتو لاعب كومومبو ابن أسوان يلعب الكرة لقدام وياخد فاول مصطفى محمود هيلعب الكرة جوه منطقة الجزاء فكون فعلا عطف العرضة من كيتو ممكن يبقى فيه خطورة ضربة حرة مباشرة لفريق محمود بكر من الناحية الشمال بيسددها إبراهيم محمد كينو كرة حلوة جداً كانت في طريقها للشباك لكن ولسوء الحظ بتعترض العارضة وبتمنع الهدف خلي ده يفتح شوية صح؟ خليه يفتح قوله خليك ماشي بالخط أول ما فاهم وقوله رد بنص الملعب عندك وادي اللي هو لابس جزمة صفرا يعمل له واحدة فاضية أنا أحب كابتن طارق على المستوى الشخصي ليه عندي حاجة عملها لي قبل كده فأنا لسه شايلها له لغاية دلوقتي فعشان كده يعني كنت متعاطف معاه شوية وخلال أحداث اللقاء كان واضح إن كابتن زيزو مركز مع أدهم عثمان الجناح اليمين لفريق طارق السيد يا أدهم وجه له تعليمات خاصة مالكش دعوة باللعب مالكش دعوة خليك ماسك الخط الكرة الدنيا فاضية هنا حتى لو باكيف دخل لجوه مالكش دعوة خليك قاعد بس خليك هنا بقى خليك فات نص الشوط الاول ضربه مرمى من هنا هو الفريق احمد الكاس لغايه دلوقتي زي ما تعودنا دايما بدايه المباراه بالذات النص الاولاني من الشوط الاولاني بيبقى فيه تنشنه والاعصاب بتبقى مشدوده شويه وبعد كده اللعيبه بتبدا تفك يبداوا يظهروا بشكل احلى بكتير خطيره الكوره دي بيقول له العب الكوره في الجول بص هنا الكاس بيقول له العب الكوره عند الجول بالظبط هيلعب الكوره خطيره والحارس يظهر في الصوره اطلع اضغط تاني ومن ضربة حرة لفريق محمود بكر بيرفع يوسف أحمد أوفر مثالي داخل منطقة الجزاء حارس فريق حسن شحاتة بيتصدى بشكل هايل وبيبعد الخطورة عن مرمى كور الثابتة لفريق أحمد الكاس خطر قوي قوي الجمل اللي احنا عملناها اتنفذت بشكل كويس جدا أهدرنا يمكن يعني كورتين كانوا كويسين جدا كانوا بيلعبوا بروح كانوا بيلعبوا بكره كويسه جدا انا كنت مبسوط بيهم يلعب الاوت مره ثانيه عند كيتو يلم كره حلوه قوي ابن كومومبو ابن اسوان لا مهاره حلوه قوي من اول المباراه للان كيتو يلعب الكره على الارض ولكن الدفاع يتدخل هتجيلك هتجيلك ما بين الفرقتين الكره راح لفين يلعب الكره قبل منطقه الجزاء عايز ياخد الكره من قدامه ياخد الكره من قدامه يوسف يلعب الكره حلوه قوي تالت كرة ثابتة، واحدة جت في العارضة، واحدة صدها حارس المرمى، هل التالتة ثابتة؟ وهنشوف الهدف الأول لفرقة الكاس. يصلح الكرة كويس قوي مانويل. كرة جوية الخطيب الخطيب هو الحارس وغنيمة غنيمة، هو الدفاع غنيمة. يلا أوفسايد يلا 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 يلا. فريق محمود بكر بيواصل خطورته ضربة حرة للفريق جملة حلوة بين لعيب الكابتن الكاس توصل لعلي محمد اللي بيسددها في المرمى وهنا بيظهر اللاعب إياد أحمد وبيشيلها في آخر لحظة من على خط المرمى مش ممكن الكور الثابتة مش ممكن وينهي الحكم الشوط الأول بعد فرصة خطيرة 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 لفريق أحمد الكاس هروح إلى الصراحة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني
ابقوا معنا. زيزو بدايتك كانت في يعني أكاديمية اكتشاف مواهب، وكابيتانو أكبر برنامج اكتشاف مواهب، فعايزاك بس توجه لهم كلمة علشان أكيد هم كلهم عندهم طموح إن هم يكونوا زيزو في يوم من الأيام. يعني فرصة كبيرة قوي ليهم، يعني ناس كتير ملايين زيهم في مصر نفسهم يبقوا موجودين في نفس المكان اللي هم فيه، زي ما أنا بحط نفسي في أو قبل كده كنت بحط نفسي في إن أنا موجود دلوقتي في مكان ملايين غير عايزين يقعدوا أو يكونوا في نفس المكان بتاعي. أول ما ابتديت في الزمالك كانت البداية مش أحسن حاجة، بعد كده فجأة انفجرت. عايز أعرف السر في الانفجار بقى، بحب دايماً أعرف النقط التحول في الحاجات دي. لا أنا اتظلمت قوي 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 في بدايتي مع الزمالك. أوكي. لأن أنا كان عندي يعني ستوري كده فاهم قبل كده، فالناس ما تعرفهاش قوي. أنا قعدت 8 شهور في البيت. حصلت لي مشكله في البرتغال والفيزا ضاعت والباسبور، رحت اتمرنت في مينيا شويه شفت انا مذاكره ازاي، والباسبور اتسرق وكل الحاجات دي. سرق منك فين؟ في البرتغال. فاضطريت ارجع بورقه ما عرفتش ارجع بيها تاني، فعقبال بقى معاهم الفيزا والحوار ده قعدت 8 شهور في البيت. فلما جيت الزمالك في شهر 1 اول ماتش لعبته بعدها باسبوعين، ما كنتش عامل لا بري سيزون ولا كنت عامل اي حاجه، كنت قاعد في البيت كده فاهم وشي قد كده فاهم، قعدت البيت بجري بلعب مع اصحابي شويه بتاع بس. فاتظلمت ان انا دخلت وانا مش فت، وانا مش جاهز خالص. فقعدت 6 شهور لغايه لما بدات استرجع من هو زيزو كان بيعمل ايه زيزو ده قبل كده. فلما بدات الموسم اللي بعده بدات بقى امكانياتي كلها تطلع، اللي انا نفسي اوريه للناس بدات اعمله. ما انت بتركز قوي في حته الفتنس وحته الحته الشخصيه، بحسك كده دايما من انستغرام حتى الناس كلها بتشوفه، يعني انك على طول مركز في اكلك، مركز في التمرين، مركز في الجيم، بتشتغل على نفسك بره حتى اطار التمرين والنادي، صح؟ طبعا، لان انا دايما مقتنع وعندي ايمان ان عشان تبقى احسن، مش اقول احسن من الناس يعني، بس عشان تبقى نكمل مع الناس او احسن في المستوى أحسن. دايما احسن من الناس لازم تعمل مجهود اكتر منهم، صح؟ بس فعشان كده انا دايما، وبعدين انا عندي وسواس اسمه الفات. عندي هيجيني ده سؤال سؤال مهم قوي. شفتك في انترفيو بتقول ان فتوح من اللعيبه اللي بتاكل كتير قوي بس ما بتتخنش خالص. انت بقى كده؟ انا نفسي كنت ابقى كده عمال طول عمري كنت بقعد، يعني انا عايز اقولك ان انا بستغل التصوير عشان اعمل دايت عشان اتسحل فاخس. لا لا لا، انا صعب ادخن وبخس بسرعه قوي. ما شاء الله. عشان انا فاهم على طول فرق وعلى طول. فبتحب الاكل؟ بحب الاكل جدا. بتبوظ اكل؟ مش كتير، لما بروح لماما في المنيا. من المنيا. اوكي. لما بروح بقى هناك ببوظ كل حاجه. طب برضه ساعات كده برضه مراتي بقى فاهم تحط حاجات يعني فاهمه. بتحب تاكل ايه؟ يوم التبويظ العالمي بتدب فيه كل حاجه. ايه اكتر حاجه؟ كل حاجه تتخيلها باكلها. اصل حاسه جوعت مجرد تفكير على الاكل. بصي، محشي كرنب ده انا بالنسبه لي انا بحبه قوي برضه. ملوخيه. بعشق الحلويات. انت كل الناس اللي بتركز قوي في الدايت طول ما بياكلش وبيقلل الفات بيعشقوا الاكل. انا بعشق الاكل. لا بتبقى ماسك انت على فكره، انا بيضايقني قوي ببقى عارف متوتر طول الوقت كده انا ما باكلش. سنه بقعد سنه، يعني احنا خدنا اجازه الفتره اللي فاتت دي، خدنا 3 اسابيع ولا حاجه، انا من 3 اسابيع باكل بس. هو السوشيال ميديا معاك ايه؟ بتحبها ما بتحبهاش؟ مش اكتف عليها قوي بصراحه، ما بدخلش السوشيال ميديا. يعني انا في الوقت اللي انا فيه في البيت بحب اقضي وقتي قوي مع بنتي وفاهم. لو ايلا لسه هسالك على ايلا، دي ليها فقره لوحدها في القعده دي. ايلا مشهوره اكتر مني. ايوه الحقيقه. ما ببصش خالص على السوشيال ميديا، يعني انا في اوقات كتيره قوي 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 اغلب الوقت بابا بيتصل بيا او اصحابي بيتصلوا بيا، شفت ده حصل كذا كذا، ده انت قالب الدنيا على السوشيال ميديا. يا جماعه انا فاهم بتفرج على فيلم اصلا، مش واخد بالي. فافتح السوشيال ميديا الاقي الدنيا فعلا بيتكلموا عليا. بمناسبه الاحتفالات بتاعه الاجوال، انت كل شويه كده ليك احتفال خاص، عايز اعرف ايه السر في ده؟ وبعدين ايه حوار البوكسنج بتاع شيكابالا ده؟ لازم نتكلم عنه شويه عشان اسمعه لايف منك. دي طلعت افتكاسه زي الافتكاسات اللي بتطلع الايام اللي فاتت دي كلها. موضوع ان احنا اتخانقت انا ومحمود علاء، او تقريبا شيكابالا اتخانق مع، او انا اتخانقت مع شيكابالا. اوكي. انا اتخانقت مع شيكابالا وضربنا بعض هي دي كانت بدايه القصه. هي خناقه. هم قالوا في السوشيال ميديا. لا انا افتكرت ان انت بتقول ان انتوا اتخانقتوا بجد. على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا. اليوم ده بقى كان شيكابالا اصلا ما جاش التمرين، يعني كان بوكسنج. لا انا بتكلم بجد،
اليوم ده بالذات شيكاغو ما كانش جيت تعمل او جه هو وادم وكان لابس لبس خوف. انا بحب قوي القصص اللي بتطلع دي عامه. ساعات ببقى اللي هو قاعده في بيتي اكيد بيحصل لكم طبعا الحاجات دي على طول, فبحب قوي القصص اللي هو اصلا ما راحش التمرين. انا اتصلت بشيكاغو بعد ما ورينا الحاجات دي على السوشيال ميديا, قلت له وشك عامل ايه كويس؟ البوكس اللي انا اديته لك ده فاهم, كنا بنهزر يعني. شيكاغو اصلا ما نزلش التمرين اليوم ده, فبعدها عشان خاطر نعملها يعني كوميك يعني رحت واقف انا وشيكاغو ومحمود علاء عاملين كده. فمن ساعتها ده بقى الاحتفال بتاعنا, هنجيب جون ونعمل كده. الجمله بتاعت الفاول دي هايله قوي يا شباب. قلنا يا رجاله مش عايزين فاولات حوالين ال 18. نقطه واحده بس بسيطه كده في موضوع الفينش ده, نهدى خالص, هم كلهم قريبين من بعض فدايما المساحات بره الملعب. الشوط الاول التعادل بدون اهداف, ولكن احب اقول لحضراتكم طبعا ان كل اللاعبين اللي قدامنا في الكابيتانو اول مره يلعبوا في ملعب 11 ب 11, وبالتالي مباريات التمهيديه هيختلف تماما مستواهم مع المباريات في الدور الثاني. بص 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 الوينج رايت ده اللي هناك ده هو سمع الكلام بتاع الشوط الاول, فضل واقف على الخط. فضل على الخط. بص 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 فاضي, بص فاضي, واللي في نص الملعب ده قلت له غير الملعب. يجري في الشمال, عايز يلحق الكوره, عايز يلحق الكوره, ويعدي حلوه قوي يا ولد يا ولد من وحده يا ولد, ويعدي مره ثانيه مجاني. تروح في هجمة خطيرة, هجمة خطيرة طارق السيد, ولكن اتدخل الدفاع. بيلعب الكرة لقدام ابن كومومبو عند الخطيب اللي عايز ياخد الكرة على صدره, خدها حلوة قوي لمها كويس قوي. ابن سوهاج بيلعب الكرة, ولكن الدفاع يطلع الكرة ويروح يا ولد, ويعدي من واحد واثنين, ويلعب الكرة حلوة قوي عند اياد. حلوة قوي التمريرة دي من يوسف طاهر, هو واياد, اياد اياد يجري, كينو يخلص الكرة. كينو يا مصطفى, مصطفى على الطرف هناك يا اشرف, هشتغل هنا. ماشي يا روح بسرعة, تعالى روح هنا. برافو يا عايز هايل يلا يا اياد. يلا نزل مراد السيد رقم 12 اللي فاتت جابها في العارضه, انني المره دي هيجيبها فين؟ انني هيجيبها, انا حاسس ان دي جول مش عارف ليه. هيلعب الكوره, كينو 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 كينو. يا نهار ابيض يا اسود, يا لا 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 كينو كابتن كابتن من الشمال, يا لا 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 يوسف 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 ابدا يا ولد يا ولد. عدي يوسف, عدي يوسف, لسه في خطوره, ولكن يا ابن اللعيبه حلوه. رقم جامد يجيب رقم ده تحتاله في الشمال. هجمه مرتده لطارق السيد, عايز يعمل مشوار. فاول جديد على حدود المنطقة بيشوطها متخصص إبراهيم محمد, لسوء حظه بتخبط في العارضة وكأنها إعادة لنفس لعبته في الشوط الأول. كابتن طب دوش بص البار في ايده, في ايده ايده في جسمه يا جماعه. انا شفتها ان هي جت في ايده, فلما اتعادت لا 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 ما جتش في, انا يعني حتى ما لحقتش اشوفها, يعني ما لحقتش ان انا اشوفها, فخلاص. انما في الاول والاخر احنا بنحترم قرار الحكم. هو السنه دي موسم الثاني للكابيتانو, مره ثانيه يلعب الكوره على الارض ويتزحلق ويطلع كره كويسه, ويوسف طاري اللي عايز يعمل هجمه سريعه, ويعمل هجمه سريعه حلوه قوي, بيجري في الشمال ويعدي من واحد واثنين وثلاثه, ويا لا 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 ممكن يشوط الكوره, ولكن يدخل الدفاع. بس مش عايز قوه قوي في البرواز, مش محتاجه شوط دي على الهادي. سابها لبيليا, بيليا لوحده, بيليا يشوط, بيليا يشوط, بيليا يشوط, بيركا يركن. ضعيف قوي. كابتن نور ناجح الحكم الرابع
هيغير بيغير وبينزل. تعالى هنا. برافو عليك يا خلاص برافو. لعبت حلو قوي قوي. هشتغل بكرايت كويس يلا ها؟ اخد اروح لو لعبت كنت كويس مش هطلعك من الملعب تاني. سبعه. اللقاء اليوم بنزول هذا اللاعب تغيير مؤثر قوي عمل له نقله في السرعه حلوه قوي يجري في نص الملعب يلعب الكره لقدام حلوه تروح ولكن الدفاع يدخل في خطا اوه حمزه 31 ده لاعب كويس ارجع ارجع يا مصطفى ارجع يا عمر يا عمر ارجع هنا حبيبي انت لسه نازل يلعب الكره عند عمر صبحي يقدر يعمل مساحه يقدر يعمل خطوره يلعب الكره ولد يا ولد يا ولد اسطوري حلو اسطوري ادم عثمان يلعب الكره بالعرض وتروح بره 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 لسه ما خرجتش الاثنين بيجروا عليها عايز يعدي كويس قوي ولكن يتدخل الدفاع وعايز ياخد الكره وتروح الكره سهله يلعب الكرة لقدام حمزة يردها مرة تانية لفريق حسن شحاتة عايز يلعب الكرة من بعيد قوي في اليمين اللي ما عند آدم عثمان يعدي آدم يعدي يدوس على الكرة ويمر ويعرض والدفاع يتدخل يا يلعب الكرة جوه منطقة الجزاء عايز يلم الكرة يتدخل الدفاع كويس قوي يلعب الكرة عند الخطيب في الشمال اللي عايز يعمل مشوار الخطيب يجري كويس ولكن تبقى اوت 0-0 ركلات جزاء ترجيحية أكتر حاجة بكرهها في الكرة عامة هنتابع مع بعض في الكابيتانو المهارة وهنتابع مع بعض الناشئين من ولاد المصريين ضربة الجزاء حاجة من الاثنين يا إما أنت بتبقى جامد قوي وشايف الجون رايح فين فبتحطها الناحية التانية بتدخل براحة يا إما أنت بتبقى مكرر زاوية وتركيز أهم حاجة تبقى أهدى من اتوترت هتلاقي نفسك مطلع ضربة الجزاء قد كده مطلوب بقى منكم في ضربات الجزاء حاجة مهمة قوي إنك تلعب على الكورة التوتر ده بياخد من تركيزك ومن تفكيرك ومن قرارك فأهم حاجة تبقى أهدى حاجة أنت لازم تبقى مكرر زاوية وهتحط فيها جامد أنت حاطط الكورة كده وحاطط عارف إن أنت هتحط فين وتحط جامد أقصى حاجة عندك أول ضربات الجزاء عبد الله عبد الله وحمزة كان هيشيلها حمزة زعلان حمزة عبد الله ابن الشرقية يلعب الكرة حلوة قوي بيركنها كده على يمين حمزة اللي راح وعمل عليه محاولة حلوة قوي جامد إيه يا جامد حلو شوف الاحتفال توقع البنا الواد ما خدش خطوتين لورا طلع جامد قوي قوي يعني عبد الله حاملها حلوه ولكن حمزه بص ايده العكسيه جابت الكوره لمست مشروع حارس رائع عمار غنيمه ابن المنوفيه بيجهز لاول ضربات الجزاء اللي هيشوطها عبد الرحمن سعد حلوه ويلعب الكوره حلوه قوي جامد عبد الرحمن سعد بيلعب الكرة كده ما خلاهوش يتحرك في مكانه هنا ذكاء بقى اللاعب البنالتي في وسط الماتش حاجة والبنالتيات بقى الماشية دي طبعا بتعمل ايه؟ احنا انا جربتها اربع مرات في مع منتخب مصر في بطولة اللي فاتت كل ماتش الاقي نفسي كده بتزق اول واحدة كنت مظبط انت وصلاح ان هو انت تشوط الاولانيه وهو يشوط الاخرانيه عشان ترفعوا معنويات الفرق بقيه اللعيبه كلها بالظبط هما يعني بيقولوا ان اهم ضربتين جزاء الاولى والاخيره صح ف بس اول اكثر ضربه جزاء انا كنت مكرر فيها بتاعت كاميرون جمال عبد الباقي ابن البحيره هو وحمزه جمال وحمزه يا حلو بتاعت الكاميرون دي كنت جاي قبلها في كوت ديفوار كنا بنلعب كوت ديفوار وحطيتها جامد قوي فوق لقيت بقى كل الصحافه بتاعت الكاميرون بص ضربه الجزاء بص
فاكيد الجون وانا اكيد شايف الحاجات دي كلها مزاج. فانا مقرر ان هو كده كده هيطير قبلها. فرحت واقف لي شويه كده حطيتها فاهم، كان شكلها صايع. ويحرز الهدف جمال عبد الباقي ابن البحيره، لعب الكوره على يمين الحارس، هيلعب ضربه الجزاء. ده متنشن، ده هيلعب ضربه الجزاء. سعاده يلعب الكره بره فوق عمر غنيمه، بره بره بره، بيضيع الكره عمر حمدي سعاده. عمر طبعا انا عارف ان هو لعيب كويس، لكن دخل بردك عايز يعمل زي كريستيانو وحط ايده في وسطه ورجع بره خطوتين كده وراح شايط الكره بوش رجله. بوش رجله يعني ممكن تطلع عاليه زي ما طلعت كده بالشكل اللي احنا شفناه. معلش معلش العب معايا بقى. مستعجل ليه؟ بس مستعجل ليه؟ حلو. يحرز الهدف ابن هنا يا ولد. بقول لحضراتكم محمد وائل هائل عمل كده. ادي الكره اللي لعبها حلوه قوي. يا ده لا ما تصدش خالص، دي ما تصدش خالص. بس بتفكر في ايه بقى في المشي؟ قول لي لو انت ماشي تختار الزاويه. بص بصراحه انا بركز مع الجون قوي. ها؟ بس انا دلوقتي يعني في الزمالك كنت بشوط الخمسه المنتخب بشوط الاولى. فانا وانا ماشي في الخمسه في اول ضربه جزاء معايا في الزمالك انا كنت مركز مع الجون بيعمل ايه. واحده واحده وانت رايح وانت بتاع وانت بتتفرج. واحده 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 واحده. حلوه يا ولد. حلو. فانا كنت من داخل خلاص انا ماشي بفكر ايه العبها بأني طريقه اعملها مش عارف ايه كده. فأمم افريقيا كلها انا ماشي برك مقرر انا هعمل ايه، يعني انا ماشي عمال اعيد على نفسي انا هعمل ايه فاهم. عشان كده بتبقى في اي مره بعد ما وصلت حسيت ان انت عايز تغير رايك؟ بتاع السنغال فعلا؟ اه والله. سهلة الكل متوقع ان حمزه يصد كوره. هنشوف ادم وحمزه، ادم وحمزه، وادم يشوط الكوره قويه قوي في نص الملعب. حلوه خالص. لا لا حلوه ليه؟ بص هو مكرر في نص الملعب. برافو. بالتحديد بيروح في زاويه حمزه ولكن يحرز الهدف ادم عثمان. محمد رفعت ابن اسيوط هو اللي هيشوط الكرة على عمار غنيمه ابن اسيوط. يلعب حلوه قوي الكوره. هنا بقى الكوره اللي جايه دي، ده اكتر واحد عاجبك حاسه في الفرقه كلها؟ اكتر واحد عاجبني. هنشوف دي لوحديها مباراه فرديه. عمر صبحي لو جاب دي عمر هيكسبوا الماتش. هو اللي هيشوط الكرة على حمزة. عمر صبحي يا راجل يا راجل يا راجل ايه اللي انت عملته ده؟ دي وحشاوي. يتجدد الامل. دي وحشاوي دي. دي فوق المتوقع دي. لما بتحط الكورة بترجع كام خطوة؟ عندهم؟ أربعة. أربعة لخمس ساعات. أربعة وساعات خمسة. كينو ابن كومامبو. عمار غنيمة وكينو ابن كومامبو ابن أسوان يحرز الهدف. أنا هجيبه. كينو. كينو 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 ابن كومامبو. احمد اشرف بيليا ابن منوفيه هيشوط الكوره. بيليا ويحرز الهدف. بيليا هدف لهدف. خلاص هم تعادلوا.
ربنا يستر. معاذ 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 على كده بس عقب امتياز عمر غنيمة ويفوز فريق السيد وفريق حسن شحاتة عصفورة فريقه عامل خطورة لتاني لقاءاته في كابيتانو يفوز فريق السيد. مبروك فريق السيد. أطلق الحكم صفارة النهاية علشان يعلن فوز فريق حسن شحاتة. وشك حلو عليك. اللعيبة احتفلت بالفوز بشكل جنوني مع مدربهم طارق السيد. الفوز رغم صعوبته لكن بيخليهم يحتلوا صدارة المجموعة الأولى. ان انا كنت قلقان بصراحه منكم قبل ضربات الجزاء بس بصراحه الخمسه اللي شاطوا اربعه شاطوا نموذج. فين ال ايه ماتش عالمي ضرب الجزاء بس بتحصل عادي. انا مش عارف هتختار ثلاثه ازاي بس ربنا يكون في عونك. انا بصراحه في في كام واحد عاجبني يعني اربعه او خمسه بصراحه كلهم كويسين بس مين هم؟ قول لي الاربعه والخمسه برضه عايزين نعرف. بص عمرو زكي. كابتن زيزو رشح ثلاث لعيبه من فريق حسن شحاته للشاره الذهبيه هم احمد اشرف. كابتن الصغير ده اللي محتاج ياكل شويه. ويوسف طاهر. عمر. يلا عمر. يلا عمر. وعمر محمد صبحي. شفت لعيبه كتير قوي كويسه معرفش ازاي دول مش موجودين في انديه وما بيلعبوش ازاي في مستويات كبيره يعني. كنت محتار اقدم مين الشاره الذهبيه عشان لقيت مواهب كتيره تستحق انها تاخد الشاره الذهبيه. بعدها قرر ان الاحق بالشاره الذهبيه هو يوسف طاهر. كابتن زيزو شافني في الكوره ثلاث لمسات بالظبط وشاف لمسته كويسه وقال انت لعيب كويس وبس محتاج تتغذى شويه بس. أفراح الفوز لأحزان الخسارة. كابتن زيزو اتوجه لفرقة محمود بكر عشان يشجعهم ويواسيهم بعد الخسارة. هارد لك يا كاسو. هارد لك يا ولاد. هارد لك يا كابتن. عملتوا ماتش حلو بصراحة. هارد لك يا شباب. دي الكورة. يوم بتكسب ويوم بتخسر وبتتعلم من الأخطاء بتاعتك. وبعدين أنتوا ما خسرتوش في الماتش ضربات جزاء فده فيها جزء كبير توفيق يعني. فهارد لك وما تفكروش في اللي فات، ركزوا في اللي جاي بس. دلوقتي فقره الشاره الذهبيه، فاللي اخذ الشاره الذهبيه من الماتش اللي فات كان النني. تعالى انت كده كده محمي الماتش ده. فزيزو هيختار احسن ثلاثه هو شافهم في الماتش الحالي، ممكن يبقى منهم هو برده، ولو عايز تدي نفس الشخص الشاره برده تحميه من الماتش ده واللي جاي القرار راجع لك. اوكي طيب نني رقم واحد. رشح كابتن زيزو ثلاث لعيبه للشاره الذهبيه هم ابراهيم محمد كينو، يوسف احمد، وحمزه محمد السيد. الموضوع صعب بس انا هديها ليوسف. اوكي يوسف. وكان القرار في النهايه بمنح الشاره للاعب يوسف احمد. كان حاطط عينه عليا وانا كنت مركز معاه وقال لي انت لاعب هايل وقال لي كنت بتلعب فين وقال لي انت لاعب ممتاز ولمستك كره حلوه وربنا يوفقك. كاسو طبعا دلوقتي الفقره الاصعب في البرنامج، انا عارف ان حضرتك ما بتحبهاش خالص ولا حد فينا بيحبها بصراحه يعني. جت اللحظه الاصعب على اي مدرب في كابيتانو مصر، الموقف اللي بيحاولوا دايما انهم ما يمروش بيه، لحظه استبعاد اتنين من لعيبه الفريق اللي خسر المباراه. كاسو محتاجين ثلاث اسامي.
كان صعب عليا ان انا اطلع اي حد. كابتن احمد الكاس مدرب فريق محمود بكر كان متاثر جدا، الموقف بيعيشه لتاني ماتش على التوالي. اي حد في مكاني هيبقى هيقعد الفتره الطويله ديت ان هو يقعد يفكر ويجيب من هنا لهنا لهنا، لكن كان لازم يختار ثلاث لعيبه هيغادر اتنين منهم البطوله. تعالى معاذ. معاذ محمود كان اول لاعب يدخل دايره الخطر. إيهاب. إيهاب عبد الله كان تاني لاعبين. فاضل واحد كده كسو. محمد عماد. محتاجين كسو ال اسم يرجع، واسمين هما للاسف. ممكن تقول لنا مين اللي هيرجع حتى لو عايز يعني؟ بس خش يا معاذ. معاذ خش يا معاذ. ارجع معاذ. انا ما مشيتش حد، كل واحد فيكم هو اللي مسؤول ان هو يمشي زميله، هيمشي نفسه. معلش في صوتك هشام، اديلك فرصه واحده. صح ولا كان في كام واحد يا جماعه في الاختبارات؟ انت كنت في اختبارات فين؟ كان في كام واحد؟ تعرف تعد كام واحد؟ كام واحد؟ 2000 واحد؟ شوف انت بقى من كام واحد جم من اسوان في الاخر؟ وكم واحد اتقال لهم لا في اسوان؟ والواد اللي اتقال لهم لا ده برضه دي مش اخر مشوار لي. ولا انت النهارده لو دي مش فرصتك انت لازم تكمل، وفرصتك هتيجي ان شاء الله، لان انت لعيب كويس واختاروك من 150 واحد من اكتر من 100,000 واحد. صح ولا لا؟ وزي ما انا قلت لك قبل كده وقبل الماتش ان ممكن ما يكونش رزقك مكتوب في المكان ده ويكون في مكان احسن من ده، فلازم تتعب على نفسك وتشتغل على نفسك اكتر عشان توصل للمكان اللي انت عايزه. صح ولا لا؟ ما تزعلوش لان مش هي دي نهايه المطاف، وزي ما اتقال لهم من قبل المسؤولين ان احنا ممكن انك انت هترجع لمراكز التدريب في بلدك، ممكن على 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 دور الثمانيه ممكن ترجع تاني، فما تزعلوش بس اجتهد وان شاء الله باذن اكيد هتبقى ممكن تبقى موجود ان شاء الله باذن الله. احباط من النتيجه وزعل كبير من خساره مباراه تانيه في المجموعه، ملامح كابتن كاس ولاعيبته ما كانتش محتاجه اي تعليق، واكيد ما كانش شيء سهل عليهم وداع اتنين لعيبه جداد لتاني مره. وبكده تم استبعاد اللاعب إيهاب عبد الله واللاعب محمد عمر سعد.